ربنا يسترها على الجميع. معانا هنا واحد بيهد حيطة، اوبا اجري، الحمد لله ما وقعتش على دماغك، الحمد لله. يلا الحمد لله، دي كمان ربنا سترها، عشان كده في بداية الفيديو قلت ربنا يسترها على الجميع. واحد، شفت بقى الفن، شفت الفن، ما شاء الله هد البيت كله. واحد ما شاء الله لحق بنته على طول، وهي كانت على الموتوسيكل كان هيقع في ده، وده برضه لحق ابنه الحمد لله كان هيقع من على العربية بتاعته، وده برضه اوف الحمد لله هو اتكعبل، وكان ابنه كان هيقع، وبرضه هنا يا سلام يا سلام الحمد لله برضه ربنا سترها الحمد لله. وده بقى واحد اوبا، احمدي ربنا انها ما لبستش فيك، احمدي ربنا قولي الحمد لله. ده الابن الحمد لله لحق بنته كانت هتقع من على الفوتيه. ده بقى التريسيكل ماشي لوحده وما شاء الله ماشي لحقوه، وده برضه اوه يا لهوي، دي بقى اصعب حاجة، الله عليك يا سلام، ايوه دخل. يا ابني اجري بسرعه، الحمد لله قول الحمد لله. وده كلب واحد بيجري. ده انت عايزك نحس يلا. والله منحوس منحوس، رايح فين بقى؟ على العربيه كان هيدغدغها، شوف شو عمال يجري، كان هتدغدغ العربيه دلوقتي. الحمد لله احمد ربنا ان عربيتك سليمه الحمد لله. اوبا ده مين بيغرق ده؟ يا لهوي الحمد لله الحمد لله ان هو لحق نفسه. يا جماعه خلوا بالكم، والله خلوا بالكم، الحمد لله الحاجات دي بتحصل في ثانيه، والله في ثانيه. يا لهوي اوف الحمد لله لحقها، هيلحقها ان شاء الله، هيلحقها الحمد لله ربنا ستر. والله يا جماعه خلوا بالكم خلوا بالكم، ربنا يسترها على الجميع ان شاء الله. وده واحد بقى خطوبة السلم الكهربائي يا جماعة، لو انت مش مركز في السلم الكهربائي والله ممكن لا قدر الله يحصل لك حاجة مش كويسة خالص. ما تنسوش اللايك والشير، جزاكم الله كل خير. وده برضو نفس الموضوع اهو، السلم الكهربائي احذروا جدا من موضوع السلم الكهربائي، لان يعني مش اي السلم الكهربائي دوت برضو خطر، مش سهل خالص. ده برضو ابن بيلعب مع ابوه بالسلم، يا ابني خلي بالك خلي بالك خلي بالك، السلم اتكسر، خلي بالك لا تقع على الواد هيحصل مشكلة، وانت جسمك تقيل اصلا كمان، خلي بالكم ربنا يسترها على الجميع ان شاء الله. شوف بينزل بحذر ازاي، بينزل بحذر عشان خاطر ما ينزلش على ايه، على وشه او يحصل له اي حاجة.